أسعار الفائدة البنكية ارتفعت في مصر إلى 30% بعد قرار المركزي المصري في مارس 2024 بتحرير سعر صرف العملة المحلية الجنيه. الارتفاع لم يؤثر فقط على تكاليف الاقتراض، لكنه طال أيضا سوق العقارات. المطورون العقاريون اضطروا لاتخاذ تدابير، منها تمديد مدة سداد الأقساط غير المستحقة لتصل إلى 7 أو حتى 10 سنوات، لكن زيادة أجال السداد لم تكن دون كلفة، إذ أصبحت الأقساط الجديدة محملة بتكاليف الفائدة المرتفعة عليها، ما أدى إلى زيادة الضغوط على المشترين الذين يبحثون عن وحدات سكنية. الملياردير المصري نجيب ساويرس وصف ارتفاع سعر الفائدة على القروض بأكبر تحد في القطاع العقاري المصري، وأن هذا المعدل يضع عبئا ثقيلا سواء على المطورين أو على المشترين. فهل انخفاض الفائدة سيرفع العبء عن القطاع؟